وفي القرآن الكريم يقول ربنا سبحانه: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وهذه الآية وردت ونزلت في علاقة المسلم مع غير المسلم. كذلك التعاون، الله سبحانه وتعالى قال: وتعاونوا على البر والتقوى. وهذه آية عامة تشمل تعاون المؤمنين على البر والتقوى، وتشمل تعاونهم مع غيرهم أيضا على ما في معنى البر والتقوى وعدم التعاون على الإثم والعدوان. ولهذا قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان.